طيب واضح كده الشيرنج دلوقتي واضح؟ اه يا دكتور. طيب احنا كنا توقفنا المره اللي فاتت في البوت بلوت، كنا وقفنا عند الفيرست اوردر تمام، فهنكمل نكمل على السكند اوردر. لو فاكرين كان الفيرست اوردر كان الماجنتيود بتاعه بيبقى عامل ازاي؟ كان بيبقى سلوب بزيرو تمام، وبعد كده بينزل بايه، بعد كده بينزل بسلوب ماينس 20 ديسيمال بير ديكيد تمام. وقلنا كان ده او الفريكوانسي اللي هيحصل عندها البريك ده اللي بنسميها البريك فريكوانسي او الكورنر فريكوانسي. السكند اوردر مشابه ليه تمام، بس بدل ما هو ناقص 20 ديسيمال بير ديكيد هتبقى ناقص 40 ديسيمال بير ديكيد، لان احنا عارفين ان السكند اوردر عباره عن يعتبر كانه اثنين فيرست اوردر تمام، او هو ضعف الفيرست اوردر، فعشان كده هتبقى هي بس السلوب هيبقى بماينس 40 ديسيمال بير ديكيد. حته الايرور هنا دي بقى برضو مش هتبقى زي الثانيه. لو في الفيرست اوردر لو فاكرين كنا قلنا ان تبقى الايرور، الفرق الايرور ما بين الاسيمتوتس اللي هي الخطوط الاكشوال كيرف، قلنا بيبقى الفرق ناقص 3 ديسيمال بس. فهنا لا، هنا الموضوع هيبقى مختلف، هتبقى الايرور ده هيبقى معتمد على الزيتا هي الدامبنج ريشيو. فالمهم احنا لو عندنا دلوقتي سكند اوردر سيستم، طب احنا عارفين الستاندرد فورم بتاع السكند اوردر سيستم، يبقى فوق عندنا ايه؟ اوميجا ان سكوير، تحت بيبقى عندنا ايه؟ اس سكوير بلس 2 زيتا اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكوير. فهنا اللي حصل ان احنا غيرنا في الفورم وقسمنا على طبعا اول حاجه، طبعا اول حاجه احنا شلنا كل اس وحطينا مكانها جي اوميجا. احنا قلنا ان الاس عباره عن ريال وايماجينري، واحنا دلوقتي قلنا بالفوكس على الفريكوانسي دومين تمام. يبقى اذا هشيل كل اس وحط مكانها ايه؟ جي اوميجا اللي هو الفريكوانسي بارت بس. فلما نشيل الاس نحط مكانها جي اوميجا في الدينومينيتور بتاع الترانسفير فانكشن تمام، ونقسم على اوميجا ان سكوير، يبقى عندنا هنا واحد، هنا عندنا 2 زيتا في جي اوميجا على اوميجا ان بلس، دي هتبقى اللي هي جي في اوميجا على اوميجا ان سكوير. واضح دي جت منين ولا مش متخيلينها؟ باشمهندسين واضح الشكل ده جه منين؟ من الترانسفير فانكشن بتاعت السكند اوردر، ولا مش متخيلين جت ازاي؟ دين حد معايا؟ احنا مع حضرتك يا دكتور. جاوب علي. هو واضح ان ما حدش يعني تمام الدنيا. طب ما تقولوا تمام ولا مش تمام؟ يعني قولوا تمام واضح، يعني عارفين دي كده جت منين؟ إيه؟ انت عارف دي كده جت ازاي؟ مستنتجة من السكند اوردر ايكويشن. بالظبط، قسم على اس سكوير وشال كل اس حط مكانها جي اوميجا تمام؟ تمام يا دكتور. ماشي خلاص. طيب بعد كده كنا بنجيب ايه؟ كنا بنجيب ال الماجنتيود او 20 لوج الماجنتيود تمام؟ ف 20 لوج الماجنتيود بتاعت الترانسفير فانكشن دي هتبقى طبعا اللي فوق زي ما هو هيبقى واحد، اللي تحت بقى هيبقى عندنا ايه؟ هنا حاطط الماجنتيود بتاع الايه؟ بتاع الترانسفير فانكشن ديت في الفريكونس دومين تمام؟ فدي هنا هيبقى لتحت، ده هيبقى عباره عن ايه؟ سكوير روت صح؟ الريال بارت سكوير بلس الايماجينري بارت سكوير. تمام؟ وطبعا هنا عندنا واحد، فالدينومينيتور لما يطلع فوق يبقى ايه؟ حط هنا نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 20 لوج، ده اللي هو الدينومينيتور تمام؟ سكوير روت اهو، ادي الريال بارت وادي الايه؟ الايماجينري بارت. طيب هنلاقي ان طبعا معتمدين على قيمه الزيتا تمام، زي ما خدناها في التايم ريسبونس تمام، ان ده كوادراتيك فاكتور. الكوادراتيك فاكتور بقى اللي هم الترمين مع بعض دول، لو الزيتا اكبر من واحد طبعا بتبقى اوفر دامبنج، يعني بيبقى عندنا كانها ايه؟ تو فيرست اوردر فاكتورز ليهم ريال بولز ليهم ريال روتس. يعني لو الزيتا ما بين الزيرو والواحد دي بتبقى الحاله دي بتبقى ايه؟ اندر دامبنج. الحاله دي هيبقى عندنا ايه؟ كومبلكس كونجكت ايه؟ المهم ان ادي شكل الكوش بتاعت الماجنتيود
تمام او 20 لوج الماجنيتيود قلنا هتطلع ناقص 20 لوج الروت بتاعت الريال بارت سكوير بس الايماجينري بارت سكوير زي ما اتفقنا وزي ما عملنا قبل كده في الاستنتاج بتاع الفيرست اوردر ان انا بشوف الماجنيتيود دوت بكام لو فريكوانسي ونقص ان انا اتلو فريكوانسي يعني الاوميجا تندس تو زيرو او حد بحب نكتبها نقول ان الاوميجا اقل بكثير من الاوميجا ان من نفس الفريكوانسي فلما تبقى الاوميجا دي برقم صغير قوي تمام فكان الترم ده بايه موجود بزيرو كان الترم ده برضو مش موجود بزيرو يتبقى لنا ايه ناقص 20 لوج واحد لوج واحد بكام بزيرو ديسيبل يعني زيها زي الفيرست اوردر يبقى البدايه انها جايه بكام بزيرو ديسيبل بالسلوب ليست ايه لي زيرو ديسيبل طبعا لو كان في هنا قيمه معينه او كي هنا او في هنا كونستانت فهتبقى ايه بدل ما هي الزيرو ديسيبل هتبقى 20 لوج الايه القيمه دي ده برضو ما احنا خدناها في الفيرست اوردر في المحاضره طيب فور هاي فريكوانسي بقى يعني نقصد الفريكوانسي بقى كبيره يعني اكبر من الاوميجا ان نيجي نبص هنا تاني في المعادله الرئيسيه هنلاقي ايه ولا الترم ده بالنسبة للترم ده أكبر صح لأن ده أوميجا سكوير وكمان في سكوير بار يعني كأنها أوميجا بار 4 دي أوميجا سكوير بس فالترم ده نجلكتد بالنسبة للترم اللي هو إيه هو طبعاً أوميجا بار 4 دي طيب يبقى في الترم ده دلوقتي لما تبقى الأوميجا برقم كبير هيبقى الترم ده اللي هو أوميجا سكوير على أوميجا إن سكوير هيبقى الواحد دي نجلكتد بالنسبة لها بالتالي لما تعمل كل كلام ده سكوير يطلع لك في الاخر ايه طبعا السكوير تحت الجذر السكوير ده يروح مع الروت يطلع في الاخر ماينس 20 لوج اوميجا سكوير على اوميجا ان سكوير ناقص 40 لوج اوميجا على اوميجا ان طيب دي لو فاكرين عامله برضو زي حته الفيرست اوردر يبقى دي كانها ماشيه بسلوب طبعا اوميجا ان دي ناشف ريكو دي كونستانت نمبر وزي ما قلنا الاوميجا هنا رقم اكبر بكتير من الاوميجا ان يبقى كانها في الاخر ممكن تسمبليفاي ان هي تبقى كانها عباره عن ايه ماينس 40 لوج ماينس 40 لوج ايه اوميجا يعني هي بقى كانها ليها اسيمتوت سلوب ايه ماينس 40 ديسيبل كل ديكيد اللي هو كل 10 اوميجا بالنسبه للفيز فاهم لما انا اخد ما اخد الفيز للترانسفير فانكشن في الفريكوانس دومين اللي هي دي طبعا الواحد دي ما لهاش يعني ليها فيز بزيرو يبقى زيرو ماينس تايم ماينس 1 ايماجينري بارت على الريال بارت بس ناخد بالنا من حته مهمه قوي ان دي سكند اوردر فيرست اوردر لو فاكرين كان يعني بتتغير من كام لكام يعني الاوميجا كانت 0 لانفينيتي كان الفيز باي كانت بتتغير من كام لكام بتتغير من 0 الى المفروض 90 بس عشان هي تحت كانت تحت كانت ناقص 90 هنا هتبقى العكس هنا قصدي هتبقى قصدي الضعف ضعف ليه؟ لان هي سكند اوردر ضعف الفيرست اوردر هتبقى الفيز في حاله السكند اوردر هتبقى من 0 الى ناقص 180 تضرب الفيز في 2 تضرب الانجل في 2 لان دي تعتبر 2 فيرست اوردر تمام وقت اوميجا بتساوي انفينيتي هيبقى الفيز بناقص 180 والناقص دي جايه اصلا من الناقص الموجوده في المعادله طيب وقت اوميجا بتساوي اوميجا ان يعني لما تيجي نعوض اوميجا تساوي اوميجا ان هتطلع لك اللي هي ناقص 10 ماينس 1 0 هي الايه اللي هي بانفينيتي تمام تن التن انفينيتي بكام 45 درجه تمام ناخد بالنا 45 درجه دي بتاعت فيرست اوردر ودي اصلها ايه سكند اوردر فبالتالي لازم تضرب ال 45 في 2 تطلع 90 اللي هو كاتبها دي يا
يبقى هي مشابهة للفيرست أوردر. احنا هنلاقي ان الفيز بادئ من عند زيرو ورايح للناقص 180 180 زيرو. حتة البوينت اللي هيحصل فيها انفلاتيشن ده دي هتبقى في النص عند ناقص 90. فيرست اوردر لو فاكرين كانت زيرو ورايحه لناقص 90، والنقطه اللي في النص دي بتبقى عند ناقص 45 درجه. طيب شكل بقى شكل اللي هو الاكشوال كيرف بتاع يعني ادي الرسمه اهي تمام، ادي الرسمه بتاعه دي البود سكند اوردر. طبعا زي ما احنا شايفين معتمده على قيمه الزيتا تمام. هنلاحظ ان هي دايما عند اوميجا بتساوي اوميجا ان، دايما الايه الانجل بناقص 90 درجه والبدايه بزيرو النهايه بناقص 180 درجه. الكيرف ده بقى شكل الكيرفات دي بيتحكم فيها هو ايه؟ هي قيمه الزيتا. بالنسبه للماجنتيود كاسيمتوت هو خط بزيرو وبعد كده خط بناقص 40، ده اسم البيرد كيرف. الحته دي بقى اللي في النص دي اللي هي عند الكورنر فريكونسي تمام، دي بقى الاكشوال كيرف. طب احنا بنيجي نرسم في الامتحان تمام، قلنا هنرسم اسيمتوت. لو انت عايز توضح شويه وتبين ان ده اسيمتوت يعني خط وهمي مش حقيقي، الاكشوال كيرف مختلف، قلنا ايه ممكن نعمل كده خط منقط. ده مثلا في فيرست اوردر مثلا هنعمل خط منقط تبين الايرور. بالنسبه هنا السكند اوردر برضه يفضل برضه تعمل خط منقط كده يوضح الايه الاوفر شوت اللي بيحصل دوت تمام الموجود ده. ده نتيجه الايه؟ ده الاكشوال كيرف بقى. ده الاكشوال كيرف معتمد ان الكيرف دوت او الاوفر شوت ده هيزيد كل ما الايه؟ كل ما الزيتا تقل. لحد ما هتوصل لنقطة ان الزيتا هتساوي زيرو. توقع الحتة دي البيك دي تبقى فين؟ ها يا باشمهندسين، لما الزيتا تكون بتساوي زيرو البيك ديت تحصل عند الاوميجا بتساوي الاوميجا ان، هتكون مكانها فين؟ قيمتها فين؟ فكروا ولا انتوا مش معايا اصلا؟ هتكون يعني هو هتكون بتساوي زيرو لما الاوميجا على الاوميجا ان بتساوي واحد، يعني الاوميجا بالاوميجا ان الاثنين متساويين يعني. بص يا باشمهندس، انت مش بتلاحظ ان الاوفر شوت ده البيك ده بيزيد لفوق كل ما زيتا تقل؟ تمام. طيب لما زيتا بقى توصل تبقى بزيرو مفيش دامبنج اصلا، هتبقى قيمة اللي هنا القيمة هنا بكام؟ الاوفر شوت البيك هنا هتبقى فين؟ بكام؟ قيمتها كام؟ توقعه كده تبقى بكام؟ مش دي في الفايبريشن؟ لا. طيب مش احنا كنا قلنا انت لما يكون السيستم بتاعك ما فيهوش دامبنج، ما هو الزيتا بتساوي زيرو يعني ما فيش دامبنج تمام. طيب لما تبقى الاوميجا بتساوي الاوميجا ان توصل ليه بتساوي الناتشر فريكوانسي، يبقى دي كده في الحاله دي الاوميجا دي بتساوي ايه في الحاله دي؟ الحاله دي تبقى الكيس اسمها ايه؟ الريزونانس اللي هي الرنين. ايوه بالظبط، ما هو الريزونانس. واحنا ما اتكلمناش قبل كده على الريزونانس؟ لا اتكلمنا عليه ده. طيب احنا قلنا ان الاوميجا الريزونانس دي بتساوي الاوميجا ان تمام، ان لما الاوميجا او الريزونانس فريكونسي توصل للناتشرال فريكونسي تمام، ده بتلاقي الامبليتيود بتاعك بيبقى ايه؟ قيمه عاليه قوي. لما الزيتا بقى تكون بتساوي زيرو هتلاحظ ان الامبليتيود ده هيبقى بانفينيتي. دي بقى اخطر حاجه في الريزونانس لما انت تيجي تشتغل في الفريكوانس دومين. يعني ايه؟ يعني انت شغال في الفريكوانسي، يعني انت بتابلاي هارمونيك فورس تمام، والزيتا بتاعتك كل ما تقل لو انت الفريكوانس بتاعتك جت عند الناتشورال فريكوانسي، يعني انت شغال في الريزونانس، لو الزيتا بزيرو السيستم يضرب منك اصلا. ليه يضرب؟
ان الامبليتود في الحاله دي بيوصل لقيمه تكاد توصل للانفينيتي. فعشان كده الكيرف ده بعض الاحيان في بعض الكتب بيرسموها كده. دي بالكم شايفين دي مفتوحه ازاي؟ دي مفتوحه ازاي؟ ليه مفتوحه؟ لان هم هيتقابلوا في الانفينيتي، لان القيمه دي بانفينيتي فهي ما بتقفلش. تقفل امتى؟ لما يبدا يكون في وجود للزيتا. لما يكون في زيتا تمام، حتى لو بقيمه صغيره يبدا يبقى في امبليتود بس قيمته عاليه، والامبليتود دوت يبدا يقل بقى كل ما زيتا ايه بتزيد. واضح يا شباب الحته ديت؟ تمام يا دكتور. يبقى تاني يبقى عند لما زيتا تكون بتساوي زيرو تمام، يبقى الماكسيمم بيك دي اللي هي الريزونانس ديت بتساوي ساعتها الاوميجا ان، هيبقى ساعتها الامبليتود دوت بكام؟ بانفينيتي. طيب تعالوا بقى ناخد اكزامبل ازاي نرسم الايه البوت. انا هشرح لكم الطريقه اللي هي طريقه التجميع، هي الطريقه اللي موجوده في كل الكتب، وانا بعد كده هقول لكم طريقه مبسطه نرسم بيها الايه. طبعا البوت جاست كايك اسيمتوت، احنا بنرسم اسيمتوت يعني خطوط، مش بنرسم الاكشوال كيرف. لو عندنا اكزامبل بالشكل ده، ادي ترانسفير فانكشن تمام، اول خطوه اتفقنا ان احنا نشيل كل اس ونحط مكانها ايه جي اوميجا. طيب وبرده مهم جدا ان احنا نخلي لازم حته الواحد دي واحد، يعني نخلي شكل الفاكتورز يبقى واحد بلس تي اس. السكند اوردر برده مهم احنا نخليها الواحد دي. الكورنر فريكوينس بتاعتنا هي عباره عن واحد على التايم كونستنت ده، يعني معنى اصح دلوقتي عندك كونستنت، اول حاجه نقسمها، انا عندك كونستنت جين كي بتساوي 5 ده اول بارت. في عندك هنا كمان في اس تحت اهي تمام، تعتبر بول عند اوريجين صح، عشان دي جايه اصلا اس بتساوي 0، في هنا اس في هنا فري اس. طيب وثالث تيرم انا عندي بول اللي هو ده اللي تحت ده عند كورنر فريكوينسي بكام؟ ب 2 اللي هي ايه؟ هي 1 على 0.5. واحد على الايه؟ واحد على التي، هي الكورنر فريكوينس لكل فاكتور. طيب وفي عندنا زيرو تمام اللي هو اللي فوق عند اوميجا بتساوي 10 اللي هي عباره عن 1 على 0.1 اللي هي دي 0.1 دي. وفي عندنا السكند اوردر تيرم ده تمام، وير ان الاوميجا هنا اللي هي بتساوي الاوميجا ان يعني، او عند اللي هو لما توصل للاوميجا ان الحاله دي كنا فريكوينسي نفسها نفس الفريكوينسي اللي هي بكام؟ الرقم من تحت ده. فدي ايه؟ خطوه حددت الايه؟ حددت الكورنر فريكوينسي لكل تير. بعد كده المفروض بقى انك ترسم الخمسه دول كل واحده لوحدها. يعني كونستنت كي بخمسه ده طبعا ده هنا دلوقتي كامبليتيود، احنا قلنا البود تو جرافس ماجنتيود مع الاوميجا وفيز مع الاوميجا. ده الكيرف بس بتاع الماجنتيود. هترسم ادي الكيرف، ادي اول ادي رقم واحد عباره عن خط مستقيم السلوب بتاعه زيرو تمام، وال 14 ديت تمثل لك 20 لوج 5. 20 لوج 5 تطلع هي ال 14 اللي هو رسمها دي. طيب البول اللي هو الفري اس ده اللي عند الاوريجن ده بيعمل ايه لو فاكرين؟ كنا قلنا بيعمل لنا سلوب في ماينس 20 ديسل بير ديكيد. برسمه منين ده؟ ده بيترسم من عند الاوميجا بتساوي 1. الاوميجا بتساوي 1 ده سمت الكيرف الثاني اللي هو عباره عن سلوب ثابت ماينس 20 ديسل بير ديكيد. طيب البول اللي هو الثالث ده اللي هو يمثل لنا فيرست اوردر، مش ده عباره عن فيرست اوردر تمام، في كورنر فريكوينسي 2. ادي الكورنر فريكوينسي الاثنين اهي، احنا عارفين الفيرست اوردر بيبقى جاي هنا كده بزيرو ديسيبل، بزيرو ديسيبل. بعد كده عند الكورنر فريكوينسي ينزل بسلوب ماينس 20 ديسيبل ديكيت. الرابع ده عباره عن زيرو، عباره عن فيرست اوردر بس الترم فوق في النيميريتور تمام، يبقى برده جاي برده بزيرو. وعند الكورنر فريكوينسي اللي هي ب 10 هيطلع بسلوب كام؟ بوزيتيف 20 ديسيبل بير ديكيت. والسكند اوردر بقى اللي هو الخامس ده
هيبقى جاي برضو بسلوب زيرو لحد الكورنر فريكونسي. الكورنر فريكونسي هنا كام؟ اللي هي ناتشرال فريكونسي هي 50. اي عند ال 50 هينكسر بسلوب كام بقى؟ ده سكند اوردر بسلوب ماينس 40 ديسبل بريديكيت. ولو كده ولو كان الترم ده لو سكند اوردر فوق يعمل لنا سلوب بوزيتيف 40 ديسبل بريديكيت. المفروض بعد ما انت رسمت بقى كل كيرف لوحده تقعد تجمع بقى بوينت مع بعض بقى، تجمع البوينت دي مع بوينت دي والبوينت دي مع دي وتقعد تجمع الكيرف تمام زي ما مرسوم هنا. ادي الطيله بتاعت كل ترم، وادي في الاخر لما يتجمعوا يجي لك الايه الشكل النهائي ده. طيب انا قلت لكم لا احنا يعني انا هشرح لكم بطريقه تانية ابسط نرسم بيها البوت. خد بالك احنا ما زلنا لسه بنتكلم جاست البوت كماجنيتيود، لسه ما كناش عن الفيز. هنرسمها بطريقه افضل بدل طريقه التجميع دي. ايه الطريقه دي؟ دي بتقول لك دايما تبدا الرسمه بتاعتك من عند اوميجا بتساوي 1، تطلع بالفري اس. عندك هنا فري اس تحت تحت هتديك ناقص 20 ديسيبل بير ديكيد، تمام، تحط نقطه ترسم من عندها السلوب بناقص 20 ديسيبل بير ديكيد. طيب النقطه دي في اي حته فيها كم ماجنيتيود؟ هي ماجنيتيود 20 لوج الكي اللي هو الجين اللي عندك، اللي هو هنا بكام؟ بخمسة. اللي هو هنا 20 لوج 5 قلنا بكام؟ ب 14. يبقى عند 14 ديسيبل اوميجا بواحد تحط نقطه وترسم من عندها خط دي سلوب ماينس 20 ديسيبل بير ديكيد وتمده. دي اول خطوه كده. طيب بعد ما انت عملت الخط اللي هو ماينس 20 ديسيبل بير ديكيد ده تفضل ماشي بيه لحد لما تقابل اول كورنر فريكوانسي اللي هي عندنا في المساله هنا بكام؟ ب 2. لما تقابلها هتشوف والله الكورنر فريكوانسي جايه من ترم تاثيره ايه؟ والله الاثنين دي جايه من بول تمام؟ فبالتالي البول ده بيعمل لك ناقص 20 ديسيبل بير ديكيد صح؟ فتقوم تنزل هي كانت اصلا كام؟ ماينس 20 والكورنر فريكونس دي كمان كسرتها بناقص 20 تبقى ايه؟ تبقى ماينس 40. تفضل ماشي بالناقص 40 لحد لما تقابل الكورنر فريكونس اللي بعدها اللي هي بكام هنا؟ ب 10. ادي ال 10 اهي. تقف عندها وتشوف الكورنر فريكونس دي جايه من اي ترم؟ والله دي جايه من زيرو، فالزيرو ده بيبقى فوق يعني بيعمل لك سلوب بوزيتيف 20. وانت اصلا كنت ناقص 40 يبقى ناقص 40 بلس 20 بتاعت الزيرو ترجع تاني تبقى ايه؟ ترجع تاني تبقى ناقص 20 ديكيد ده سلوب. وتفضل ماشي بيها لحد لما تقابل الكورنر فريكونسي اللي بعدها اللي هي هنا بكام؟ 50. زي مثلا ال 50 هنا قوم تقف والله الكورنر فريكونسي جاي من ترم ايه؟ دي جاي من سكند اوردر تحت، سكند اوردر تحت دي ناقص 40 ديسيبل بير ديكيد، وانت اصلا كنت ناقص 20 يبقى ناقص 20 ناقص 40 يبقى كام؟ يبقى ناقص 60. كده يبقى ده النهائي بتاعك ناقص 60 ديسيبل بير ديكيد. ده هو بالظبط اللي موجود هنا في او بدايتك كنت ناقص 20 دي جايه من الفري اس. تبداها منين؟ تبداها من عند اوميجا بتساوي 1 اهي تمام، والنقطه دي هي ال 14 هي عباره عن 20 لوج 5 وتمد الخط ده اللي هو ناقص 20 ديسيبل بير ديكيد تمده لحد لما تقابل اول كورنر فريكونسي اللي هي هنا بكام؟ ب 2. تنزل تنكسر بناقص 40 تفضل ماشي بيها لحد لما تقابل الكورنر فريكونسي اللي بعدها اللي هي هنا بكام؟ ب 10. 10 دي والله جايه من زيرو يعني فوق يعني بيعمل لك بوست في 20 وانت كنت ناقص 40 تبقى ناقص 20. تجمع انت بتجمع انت كنت ناقص 40 كنا فريكونسي الترم بتاعها عملت لك بوزيتيف 20 يبقى نيجاتيف 40 بوزيتيف 20 يبقى الايه يبقى النتيجه في الاخر ان هي ايه ناقص 20.
تفضل ماشي بيها لحد لما تقابل الكورنر فريكوينسي اللي بعدها. هنا بكامل، هنا ب50، دي جايه منين؟ دي جايه والله من السكند اوردر تحت، يعني بيقول لك ناقص 40 ديسيبل بير ديكيد، ناقص 40 وانت اصلا كنت ناقص 20، يبقى التوتال كام؟ يبقى التوتال ناقص 60 ديسيبل بير ديكيد، هو ده اللي هيكمل بيه الى ما لا نهايه. ده كده احنا رسمين جاست اسيمبتوتس. عايز بقى توضح والله بقى، تعمل كده خط من صغير كده منقط كده بس يوضح ان ده خط، ان في خط يعني اكشوال كيرف ماشي. عايز ترسم اسيمبتوتس بس كخطوط مفيش مشكله، تمام؟ واضح الاكزامبل ده يا جماعه؟ واضح الطريقه اللي انا شرحتها؟ مهندسين انتوا معايا ولا ايه؟ مع حضرتك يا دكتور. طب ما ترد. طيب فهمتوها خلاص؟ دي مفهومة؟ هو انا بصراحة يعني في حتة بس سقطة مني بصراحة، انا مش قادر برضو اتخيل هو البلوت اللي هو الاصلي اللي فوق ده اتحول مع اللي تحت ازاي. يعني انا عايز بس افهم الحته دي بقى، واخد اللي تشيب اللي تحت ازاي. طيب ماشي، ما عنديش مشكله، بس يعني مش بتساله ليه؟ طب من الاول. طب المهم، طب الطريقه اللي انا شرحتها لك مفهومه؟ اه انا فهمتها. طيب كويس ماشي. ده بقى جيب منين بقى؟ بتجمع يا باشمهندس. انت عندك هنا ايه؟ عند الـ 0.1 ماشي، عند اوميجا ب 0.1. هنا كنت ب 20، هنا كونستنت 40، وهنا ده بزيرو ماشي. يبقى 20 و14 يبقوا كام؟ يبقى 34. 34 تمام. ايه 34 يبقى انت عند ال 34 دي لو انت مديتها كده هتلاقيها هتقابل ايه؟ ال 34. وهتلاحظ ان انت ماشي بقى بالسلوب ده بتاعك عمال بيقل، تمام، لحد لما هتيجي هنا في النقطة دي هتبقى هنا دي كام؟ 14 و14 تقعد تجمع بقى 8 وأي، تمام، لحد عند الواحد. انت عند الواحد هنا تبقى بكام؟ يعني انت ماشي بخط بدايته مثلا هنا عند الـ 0.1 قلنا ب 34 ديسيبل ماشي، وتبقى هتفضل ماشي بالاسلوب. خد بالك انت ماشي بالاسلوب اللي هو ماينس 20، يعني ده اسلوب بزيرو وده بزيرو، هتفضل ماشي بالناقص 20. طيب لحد اوميجا بتساوي 1 هنا كانت القيمه بكام؟ اجمع بقى ده بزيرو، مالناش دعوه بيه، ده بزيرو هيبقى كلهم هيبقوا كلهم ب يبقى هنا الاثنين دول بزيرو، ولكن ده هيبقى بكام؟ 14. يبقى انت عند الاوميجا بتساوي 1 هتبقى انت عند ال 14. فعلا عند الاوميجا بتساوي 1 دي كوفلنتلي 14، وتعمل خط بادئ من عند 34 ونازل عند ال 14. بعد كده ده سلوبه ثابت، تمام، ملوش سلوب 14. تجمع بقى انت هتمشي بالسلوب ده بالسلوب ده كده، ده سلوبه كام؟ ده سلوبه ناقص 20، ده سلوبه ناقص 20، يبقى انت هتمشي بسلوب ناقص 40، تمام. خد البدايه وخد النهايه. البدايه انت هنا عند كام؟ ب 14. تفضل نازل بيها، نازل ب 14 ديت، تمام، لحد لما تقابل الكورنر فريكونسي دي. عند الكورنر فريكونسي دي تشوف كام الامبليتيود كده، تقعد تجمع كده قيم. هي رخمه يعني وطويله، بتاخد وقت، فعشان كده الطريقه اللي انا شرحتها لكم احسن واسهل. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. طيب بالنسبه بقى للفيز دي، ما فيش فيها طرق بقى ماشي. هنا برضو هنا بشرحها بطريقه التجميع، تمام، برضو ان هو هيرسم كل ترم لوحده. طبعا دي الايكويشن الايه النهائيه للفيز. عندك ناقص 90 جايه من الفري اس اللي تحت، عندك ماينس 10 ماينس 1 الاوميجا في التاو، التاو دي اللي هي ايه؟ اللي هي الـ 0.5 اللي هو الرقم كان اللي كان جنب الاس، تمام.
دي اللي كانت تحت، وعندك هنا ماينس مش ماينس، دي بوزيتيف، اسف دي بوزيتيف، دي بوزيتيف ماشي، بلس الترم اللي هو اللي فوق اللي هو الزيرو اللي كان فوق، ماينس ده اللي هو بتاع السكند اوردر، دي الايكويشن النهائيه. بتعوض بقى تعويض مباشر، تمام؟ المفروض يعني ان هنا ترسم برضو كل واحده لوحدها زي ما انتم شايفين هنا. رسم الاول ناقص 90 دي اصلا ليها انجل زيرو، مش داخله معانا، مفيش مشكله فيها. الثانيه ديت ترسمها بقى، تمام؟ هي الترم الثاني اللي هو فيرست اوردر، وده اللي هو برضو اللي هو الثاني اللي هو الفيرست اوردر بس الفوق اللي هو الزيرو، وده اللي هو السكند اوردر. بس انتوا لما تيجي ترسموا الاسهل بقى انك تعمل ايه؟ تعمل تيبل. اسهل بقى انك تعمل ايه؟ تعمل تيبل. هنا الاوميجا، هنا الفاي، تبدا الاوميجا بتساوي زيرو، هي اصلا مش موجوده عندنا، تمام؟ شوف بس ما الاوميجا بزيرو دي اصلا مش هتفضح في الرسم، بس نعرف بس البدايه بكام. طيب فالاوميجا لما تبقى بتساوي زيرو هنلاقي ان الفيز ده بكام؟ بناقص 90 جايه من الفري اس دي، كل ترمادي هتبقى بزيرو عند اوميجا بتساوي زيرو، هيبقى ناقص 90. بس يبقى هنا نكتب هنا كده ناقص 90. بعد كده نشوف اول كورنر فريكوينسي بتاعتك فين. اول كورنر فريكوينسي عندنا باتنين، بقى معلش بقى الواحد عندنا اساسيه، يعني لو انت عندك كورنر فريكوينسيز قبل الواحد حطها، ما عندكش وعندك كل الكورنر فريكوينسيز بعد الواحد يبقى لازم تحسب الفيز عند واحد، دي نقطه عندنا اساسيه. عند اوميجا بواحد تعوض بيها في المعادله، هي دي معادله الفيز، تحسب فاي دي بكام، فاي هنا عند واحد، تحسب عند الكورنر فريكوينسي اللي بعدها، الكورنر فريكوينسي اللي باتنين، زي ما قلنا في كورنر فريكوينسي بكام؟ ب 10، هنا كورنر فريكوينسي ب 50، وتحسب برضه عند الانفينيتي، عشان تعرف هي رايحه يعني رايحه لفين. ويفضل كمان بقى انت ما بين كل واحده والثانيه، يبقى دي كده دي النقاط الاساسيه، دي ذا ليست بوينتس، اقل بوينتس تحسب عندها. ما بين كل واحده والثانيه خد كمان نقطه في النص احسب منها، يعني مثلا ما بين مثلا الزيرو والواحد احسب مثلا عند 0.5 هات الفيس بكام، ما بين الواحد والاثنين تمام احسب مثلا عند 1.5، ما بين مثلا 2 وال10 خد اي حاجه في النص مثلا ولو تكن مثلا 6، ما بين ال10 وال50 احسب مثلا عند ال30، وزود بوينتس، كل ما زود بوينتس بتسهل لك في النقط في الرسم احسن. تمام خد مثلا عند مثلا ال30 وعند ال40 مثلا، وانت اصلا عندك عند ال50، وخد واحده كمان بعد ال50 مثلا، خد مثلا عند ال100، واقعد تحط النقط دي كلها عندك بوينتس، هتقعد تحط بوينت 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 بوينت، تمام كل واحده بالانجل بتاعتها وتوصل، تمام يطلع لك الكيرف اللي هو الازرق ده، حاجه بالشكل ده يعني. فانت في الفيس بتعوض بنقط، تمام بتعوض زي ما قلنا بالاوميجا بتساوي زيرو انفينيتي واحد كورنر فريكوانسز، وشويه نقاط ما بين الايه بقى، ما بين النقط الاساسيه دي، تعوض بالنقط وايه وتوصل. ده كده الايه ده الفيس. واضح يا باشمهندسين؟ ايوه يا دكتور. طيب في دلوقتي بقى موضوع ريليتد للبوت بلوت، حاجه اسمها المينيمم فيز والنون مينيمم فيز. لما تبقى الترانسفير فانكشن بتاعتنا بنسميها مينيمم فيز لما يبقى كل الزيروز، خد بالك الزيروز اللي هي ايه؟ الزيروز اللي هي اللي في النيوميريتور تكون كلها واقعه في الليفت هاند سايد. تبقى نون مينيمم فيز لما يكون ترانسفير فانكشن فيها زيروز في الرايت هاند سايد. طب احنا بنتكلم على الزيروز مش البولز، مش اللي تحت، بنتكلم على اللي فوق. طيب ليه اسمها مينيمم فيز ونون مينيمم فيز؟
لان المينيمم فيز نقصد بيها ان هي تديك اقل فيز ممكن للترانسفير فانكشن دي، انما الثانيه الترانسفير فانكشن اللي هي مليها زيرو في الرايت هاند سايد بتعمل لنا حاجه اسمها نون مينيمم فيز، يعني الفيز بيبقى غير محدد، غير محدد ومش اقل قيمه ممكنه لشكل الترانسفير فانكشن دي. هناخد اكزامبل دلوقتي ونشوف. فانت في المينيمم فيز الماجنيتيود والفيز يبقوا ريليتد مع بعض، بينما في النون مينيمم بيبقوش ريليتد مع بعض. هنشوف اكزامبل. عندي ترانسفير فانكشن دي مينيمم فيز، دي الزيروس اللي هو اللي فوق ده، لما تيجي تلوكيت الكلام ده تلاقيه فين؟ تلاقيه ادي زيرو اهو في الليفت هاند سايد، زيرو في الليفت هاند سايد، يبقى دي كده مينيمم فيز. دي اللي هي جي 2 دي نون مينيمم فيز، ليه؟ عشان الزيرو بتاعك لما تيجي تلوكيته هتلاقيه واقع في الرايت هاند سايد. طب ده يفرق معانا في ايه بقى؟ يأثر معانا في ايه؟ حته ان هو كده احنا كده عرفت دلوقتي مينيمم فيز ونون مينيمم فيز. يفرق معانا لما تيجي ترسم البوت بلوت، نرسم البوت بلوت ده تمام، يطلع بالشكل ده، وتطلع ده عباره عن فيرست اوردر تحت وفيرست اوردر فوق تمام. فالبدايه بدأنا عند الزيرو نازل بيه سلوب ناقص 20 لحد لما هيقابل الكورنر فريكوانسي ديت تمام، فهتقوم تكسره. هو كان نازل هنا بكام؟ بناقص 20 لحد لما يقابل الكورنر فريكوانسي دي تمام. فانت ناقص 20 بوست في 20 تبقى بزيرو ديسيبل، ورايح بزيرو ديسيبل، يعني هي عباره عن خط زيرو وبعد كده نزلت ناقص 20 وبعد كده رجعت تاني بت ايه؟ بت زيرو، زيرو 20 زيرو تمام. ده اللي هو ايه؟ ده البوت بتاعها. لاحظ ان هو equivalent مع الفيز بتاعها. الفيز بتاعها يبقى انت برضو عندك بداية اوميجا بتساوي زيرو، تمام، هتلاقي الترمين دول بيدوك فيز بزيرو، بداية بزيرو اهي. طب عند الانفينيتي، عند الانفينيتي اللي تحت بيديك ناقص 90 واللي فوق بيديك بوست 90، يبقى ايه؟ يبقى برضو زيرو، يبقى النهاية برضو رايحة للزيرو. لاحظ بقى ان هي نازلة هنا اهي لحد لما تقابل الكورنر فريكوانسي، تمام، هتقوم مطلعاها لفوق تاني للزيرو. يبقى انت كنت نازل رايح للناقص 90، بس هتيجي في النص الترم الزيرو اللي فوق ده هيقوم ايه؟ يزود لها وكمان فيز البوستيف رايحه للايه؟ رايحه للزيرو. ده البوت بتاعها. هنلاحظ ان البوت بتاع الماجنيتيود والفيز ريليتد مع بعض، متوقعين. يعني ده كده كان نازل وبقى كده سبقى كده جاله حاجه خليته يرجع يطلع فوق تاني. نفس الكلام برضو مترجم هنا في الفيز. انما هنا بقى يعني معنى صح، انت لما تشوف شكل البوت تعرف على طول تجيب الترانسفير فانكشن. واضح قوي ان ده فيرست اوردر تحت وفيرست اوردر فوق. لما بقى تعال نشوف بقى النون مينيمم فيز ايه ده بقى. الاثنين زي بعض، شكل الاثنين كيربين زي بعض، الماجنيتيود عامل زي الفيز، تمام. يعني معنى صح الشكل مش ريليتد مع بعض. ازاي ده هو نفس الشكل ده؟ بصوا كمان ده بادئ منين؟ ده بادئ من عند 360 رايح عند 180. بالكم ان البود البود بتاع البود الاثنين زي بعض، بس هيختلف في الايه؟ فيز. فانت من هنا قدرت تستنتج ان هو عباره عن فيرست اوردر تحت وفيرست اوردر فوق، تمام، او يعني في بول تحت وفي بول فوق. انما في الماجنيتيود ايه ده؟ 360 درجه و180 درجه مش ريليتد مع الماجنيتيود، مش متسق مع شكل الماجنيتيود. هي دي تعتبر نون مينيمم فيز. دي احدى اشكال النون مينيمم فيز، في شكل تاني لسه هنشوفه. طب ازاي جت ان هي 360 ورايحه 180؟ خدوا بالكم هو اللي فوق ده لما قلنا دي في اني كواد، دي في اني كواد، دي ريال بتاعك بوستر الرابع رابع بالظبط كده، ممكن اجري بنيجاتيف. طب انت في الرابع انت عندك الانجل بتاعتك بتتغير من كام لكام؟ من صفر لسالب 270 او من 360 لسالب 270 او 270 من 360 ممكن كده الى تمام. لا بوستف الى ايه؟ الى 270 صح؟ 270 ايوه تمام.
اللي تحت دي بتدي لها من 0 دي ناقص 90. فعلا البدايه هنا 0 والبدايه هنا 360، عشان كده البدايه هنا كام؟ 360. النهايه هنا 270 والنهايه هنا ناقص 90، يبقى 270 ناقص 90 تطلع 180 مجهول. عشان كده شكل الايه، شكل الفيس كيرف عامل كده. بس في حته النون مينيمم فيز دي بتخلي زي ما قلنا لكم فيز دياجرام مش متوافق مع الماجنتيود دياجرام. اقدرش ان انا من الاثنين اقدر اتوقع الترانسفير فانكشن. لو انا ما اعرفش شكل الترانسفير فانكشن قدامي بس البود، هل انا بشكل البود ده اقدر اجيب شكل الترانسفير فانكشن؟ لا، تلخبطني فيز ده، يلخبط لانه مش متوافق مع البود، مش متوافق مع الايه، مع الماجنتيود بتاع البود. طب في شكل اخر للنون مينيمم فيز اللي هي الترانسبورت لاج، او اللي هي ساعات بنسميها ديد تايم، او اللي انا قلت لكم عليها في المحاضره البيور تايم ديلي، نفس تايم ريسبونس البيور تايم ديلي. البيور تايم ديلي او الترانسبورت لاج دي لو موجوده في اي سيستم او اي ترانسفير فانكشن تخليها على طول نون مينيمم فيز. دي بقى تاثيرها سيء جدا في الفريكوانسي دومين. احنا شفنا تاثيرها في التايم دومين، هي جاست بتايه، بتشفت الرسمه. يعني لو انت فيرست اوردر تمام، بتشفته بس تخليه اصلا يبدا بعد تايم معين، ديلي معين، ده تاثيره في التايم دري. انما التاثير ده بقى في الفريكوانسي دومين مختلف. الفريكوانسي دومين بيعمل لنا اكسسيف فيز لاج، بيزود لنا الفيز، فيز لاج يعني بيعمل لنا فيز بالنيجاتيف، فيز نو اتينويشن، ومالوش اتينويشن عند الهاي فريكوانسي. عند الفريكوانسي الكبيره تمام الفيز ده عمال بيتضاعف، بيزيد وبيزيد وبيزيد. طبعا الترانسبورت اللاج دوت بيبقى موجود زي ما قلت قبل كده، موجود في الثيرمال سيستم والهيدروليك سيستم والنيوماتيك سيستم. بص، هي دي السيستمز اللي فيها بيور تايم ديلي. طيب الترانسفير فانكشن بتاعتها لو فاكرين، مش قلنا بتبقى عباره عن اكسبوننشال ماينس التاو اللي هو التايم ديلي في اس؟ طيب حطها في الفريكوانسي دومين، شيل اس وحط مكانها جي اوميجا، اهي ماينس جي اوميجا والتي كابيتال دي اللي هي التاو بتاعتنا اللي هي التايم ديلي. دي لما تيجي تجيب لها ماجنتيود وفيز، دي الماجنتيود بتاعها بواحد. دايما الريليشن الاكسبوننشال اصلا هي فكه تمام، هي عباره عن كوزاين اوميجا تي ناقص جي ساين اوميجا تي، دي هي عباره عن واحد. طيب الفيز بقى، الفيز بتاعت دي هتطلع ماينس اوميجا تي هي التايم ديلي ده، طبعا دي من الراديان. يبقى نستنتج من كده دي ايه دي بقى؟ يبقى دي بتعمل لنا فيز، كل ما الاوميجا تزيد كل ما الفيز عمال بيزيد بالنيجاتيف. كده لما تيجي ترسمها هتلاقي ان الفيز ده الفيز بس، لان هي اصلا هي كونستنت امبليتيود، مش بالنسبه لنا عايزين بس الفيز. هتلاقي الفيز عمال بيزيد، كل ما الاوميجا تزيد كل ما هو عمال بيزيد 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 الى ما لا نهايه. الاوميجا بتساوي انفينيتي، الفيز ده بيساوي نيجاتيف انفينيتي. طيب تعالوا نشوف تاثيرها هنا على الفيرست اوردر. لو معانا سيستم فيرست اوردر عادي ومعاه بيور تايم ديلي، تمام، هنجيب المعادله عادي تمام. دي احنا قلنا ان هي ايه، تاثيرها بواحد وعشرين لوج واحد بزيرو، فمالهاش تاثير في الايه، في الماجنتيود. جاست الايه، الماجنتيود بتاعك هو نفس شكل الماجنتيود بتاع الفيرست اوردر العادي اللي هو زيرو لوج بزيرو، وبعد كده سلوب بناقص 20 ديسيبل بير ديكيد عند الكورنر فريكوانسي، فمالهاش تاثير في الماجنتيود. انما بقى تاثيرها في الفيز، ادي الفيز بتاع الفيرست اوردر وهنضيف عليه كمان الفيز بتاع الايه، بتاع الترانسبورت لاج ده، لو قلنا ماينس اوميجا في التايم ديلي. هنلاحظ بدل ما كان الكيرف بادئ من زيرو بتاع الفيرست اوردر ورايح لناقص 90، لا، نتيجه انت عمال بتضيف فيز بالنيجاتيف، هتلاحظ ان الكيرف بقى رايح للايه، للنيجاتيف انفينيتي. تأثير البيور تايم ديلي او الترانسبورت لاج تأثيره سيء في الفريكوانسي دومين، ان هو بيعمل لك فيز، بيأخر لك السيستم اكتر. معنى الفيز شيفت بيأخر السيستم، بيأخر الفيز اكتر. كل ما الفريكوانسي تزيد كل ما الفيز شيفت ده بالنيجاتيف بيزيد اكتر. بالتالي الفيز الترانسبورت لاج يعتبر بيخلي السيستم نون مينيمم فيز، يعني الترانسبورت فانكشن بالشكل ده يعتبر نون مينيمم فيز. طيب
طيب واضح يعني، لو في حاجه مش مفهومه وقفوني، انا مش شايف مش حد بيسال، عارف يعني. اكمل عادي، كمل يا دكتور. ايوه طيب ماشي. نتكلم بقى على الريزونانس فريكوانسي، تمام؟ اللي بس عندها الريزونانس بيك، لو فاكرين في الرسمه بتاعت السكند اوردر، مش قلنا البيك دي معتمده على قيمه الزيتا بكام؟ كل ما زيتا تقل كل ما البيك دي بتزيد لحد عند زيتا بتساوي زيرو، دي البيك دي هتبقى عند الانفينيتي. الكلام ده مترجم هنا في المعادلات دي، الاوميجا ار ريزونانس فريكوانسي بتساوي الناتشرال فريكوانسي في سكوير روت 1 ماينس 2 زيتا سكوير. بس ناخد بالنا المعادله دي فاليد جاست ان زيتا من 0 ل 0.707. 0.707 دي ايكوفالنت لواحد على روت 2. واحد ان زيتا كل ما بتقل، يعني لو زيتا هنا بزيرو، الريزونانس فريكوانسي بتساوي الناتشرال فريكوانسي اللي هي في حاله الريزونانس. الريزونانس في الحاله دي وصلت للناتشرال فريكوانسي، هنلاقي ان في الحاله دي بيك هتبقى بانفينيت. طيب لما تكون الزيتا بقى اكبر من ال 0.707 اللي هي 1 على روت 2، هنلاحظ ان مفيش عندنا اصلا ريزونانس بيك. البيك دي نزلت بقى كده، يبقى مفيش بيك لما زيتا تكون اكبر من الواحد على روت 2. طيب والقيمه بقى، القيمه بتاعت الريزونانس ده بكام؟ قيمه الريزونانس دي بتستقبلنا دي، ده الامبليتود نفسه، مش 20 لوج، يعني المفروض القيمه دي اخد لها 20 لوج. نحسبها من المعادله دي، 1 على 2 زيتا سكوير 1 ماينس زيتا سكوير كده. بقى لما نيجي طبعا نرسمها في البود، لازم اخد لها 20 لوج. هنلاحظ ان الزيتا لما بتساوي زيرو يطلع ايه؟ واحد على زيرو يعني انفينيتي. يطلع فعلا ده بكام؟ بانفينيتي. طيب لما زيتا تكون اكبر من 0.707 قلنا مفيش بيك، وبالتالي هنا الماكسيمم او بيك، الماكسيمم بيك امبليتيود هيبقى بكام؟ هيبقى بواحد. مفيش اصلا ليه ايه؟ مفيش ليه قمه اصلا، هو بيساوي الستوب اللي هو بزيرو. كل ما زيتا بقى ابروتش الزيرو زي ما قلنا، تمام، هنلاحظ ان الام ار دي ابروتش انفينيتي. دي بتحصل امتى؟ لما السيستم بتاعنا يكون ان دامبت، تمام، وبيبقى اكسايتد عند الناتشورال فريكونسي. رجعت تبقى وصلت للايه؟ للناتشورال فريكونسي. الحاله دي بيبقى الماجنيتيود بيبقى انفينيتي. زي ما قلت لكم في الحاله دي تبقى الامبليتيود بكام؟ انفينيتي لما يكون الدامبنج بيساوي زيرو والاوميجا بتساوي الناتشورال فريكوينسي. طيب يبقى ادي الايه؟ ادي الريزونانس بيك تحصل عند الريزونانس فريكوينسي. طيب قلت لكم بناخد 20 لوج الايه؟ 20 لوج الايه؟ ام دي اللي هي كانت في القانون. في بقى حاجه اسمها باند ويدز فريكوينسي. دي تعريفها هي الفريكوينسي، تمام، اللي عندها الفريكوينسي ريسبونس بيديكلايند بيقل بناقص 3 ديسيبل. It's low frequency level، يعني لو دي بزيرو يبقى دي ناقص 3. طب لو دي بعشرة هي كام؟ ناقص 7، وهكذا. انت ايه اقل قيمة هنا الستوب، شوف ده جاي من عند قيمة بكام، وانزل منها ناقص 3 ديسيبل. شوف الفريكوانسي دي بنسميها الباند ويدز فريكوانسي. تعريفها هي الفريكوانسي اللي عندها الامبليتيود بيساوي 1 على روت 2. واحد على روت 2 من الايه؟ من اللو فريكوانسي فاليو اللي هي مثلا في الكيس هنا مثلا دي 0. دي تاخد 20 لوج 1 على روت 2 تطلع ب 3. لوج 1 على روت 2 تطلع بكام؟ ماينس 3 دي. فدي شويه كاركترستكس بنعرفها للسكند اوردر سيستم، حته الريزونانس بيك، تمام، والريزونانس فريكوانسي والباند ويدز. طيب احنا كنا اتفقنا قلنا ان احنا بنقدر نمثل نريبريزنت الفريكوانسي ريسبونس بثلاث اشكال، هناخد منهم شكلين البود، وده تاني شكل اللي هو البولر. فالبولر انت بترسم الماجنيتيود بتاعت الترانسيت فانكشن في الفريكوانسي دومين فيرسس مع ايه؟ مع الفيز انجل، على حاجه بنسميها بولر كوردينتس. بولر كوردينتس دي بيبقى الاكس اكسس بتاعها الريال والواي اكسس هو الايماجينري. بنعوض برضو من الاوميجا بتساوي من 0 لانفينيتي.
في بقى حاجه شبيهه ليها او كوفلت ليها بنسميها النايكوست بلوتس، هي نفسها البولر بس لما الاوميجا تكون من نيجاتيف انفينيتي لبوزيتيف انفينيتي. زي ما قلنا مفيش حاجه اسمها نيجاتيف انفينيتي، تمام، ثيوريتيكال مفيش نيجاتيف انفينيتي، بس دي بقى بتفيدنا ان احنا في بقى كرايتيريا اسمها نايكوست كرايتيريا بتساعدنا ان احنا نحسب الكلوزد لوب ستابيليتي. نفس الكلام برضو، تعالى برضو نشوف لو احنا عندنا انتجرال تيرم او ديريفاتيف تيرم، يعني عندنا فري اس تحت او فري اس فوق. لو فري اس تحت، ها لو فاكرين كان بيبقى ليها ماجنيتيود 1 على اوميجا وليها فيز ثابت بناقص 90 درجه. تعالى نرسمها، تمام، بالكم ايه احنا قلنا هنا ايه، بنرسم كل نقطه الطول بتاعها والامبليتيود، وبنعمل انجل ايه من الاكس اكسس دي هي الفيز. ممكن نرسمها ريال وإماجنري، تمام، بس بتبقى أصعب شوية، أنت محتاج تحول شكل الترانسفير فانكشن إن هي تبقى ترم واحد كامل في الريال بارت والترم واحد كامل إماجنري بارت. الأسهل إن أنت ترسمها إن أنت تقعد تحط نقط، كل نقطة عبارة عن الماجنيتيود وأنجل، ماجنيتيود وأنجل، تحط نقط وتوصف. ماجنيتيود عند أوميجا بتساوي واحد، تمام، ليها طول، ليها ماجنيتيود، ليها أنجل. أوميجا بتساوي اتنين، برضو ليها ماجنيتيود، ليها أنجل. اوميجا بتساوي 3 ليها برضو طول ماجنيتيود، ليها ايه، ليها انجل، وهكذا. دلوقتي هتشوف اكزامبلز، يعني فانت في الحاله دي عندنا الفيس ثابت بناقص 90، فين ناقص 90 هنا؟ انجل ناقص 90 اللي هي دي. طيب والقيمه بكام؟ شوف الله نعوض، اوميجا بتساوي 0، نلاقي عندها الماجنيتيود بيساوي كام؟ 1 على 0 بانفينيتي، انت جاي من عند الانفينيتي. هنا بقى مهم قوي ان احنا نحط الايه، السهم ده، الارو ده، الارو ده بيوضح لنا هي جايه منين. هي جايه من عند نيجاتيف انفينيتي في الايماجن اكسس ده، ورايحه عند فين بقى؟ ات اوميجا بتساوي انفينيتي، كام قيمه الماجنيتود ده؟ 1 على انفينيتي بزيرو. فين الزيرو دي؟ يعني عايزين نقطه طولها زيرو، يعني عند انت عند الاوريجن. فانت هنا عند اوميجا بتساوي انفينيتي، دي عند الاوميجا بتساوي 0، اللي بقى عباره عن خط مستقيم جاي من عند ناقص انفينيتي وهتنتهي عند اللي هي عند الاوريجن. لو هي كانت بقى بي اس فوق ديريفاتيف فاكتور، يعني في جي اوميجا، جي اوميجا فوق دي، هنلاقي ان هي عباره عن ايه، ان جي اوف جي اوميجا تساوي اوميجا فيها انجل 90 درجه. ايه 90 درجه؟ اهو ادي انجل كونستنت اهو 90 درجه. طيب اوميجا دي لما تساوي 0 بزيرو، يعني انت هنا في الاوريجن، وقت اوميجا بتساوي انفينيتي هتقعد بقى تزيد، اوميجا بتساوي انفينيتي هتلاقي نفسك هنا وبعد كده هنا وبعد كده هنا وبعد كده هنا، رايح فين؟ رايح للانفينيتي. عشان كده هنا الايه، السهم ده مهم قوي ان انت رايح عند الانفينيتي. يبقى انت هنا عند الاوريجن اوميجا بتساوي 0، وعند الانفينيتي الاوميجا بتساوي انفينيتي. الانفينيتي بتاع ايه؟ بتاع الايماجن اكسس ده، اللي هو الايه، اللي هو الواي اكسس ده لفوق، تمام، توصل لها ايه لما الاوميجا بتساوي انفينيتي. طيب بالنسبه للفيرست اوردر نفس الكلام برضه، هتجيب الفانكشن في ريكوست دومين، بعد كده تجيب الامبليتيود، تجيب الفيز، ونعوض برضه نفس الكلام عند اوميجا بتساوي 0 في اوميجا بتساوي انفينيتي. عند اوميجا بتساوي 0 فيها كام امبليتيود؟ نعوض ان اوميجا بتساوي 0 يطلع لنا 1 يساوي 1 فيز. طيب لما نعوض اوميجا بتساوي 0 تطلع بكام؟ تطلع ب 0. فين النقطه دي؟ نقطه طولها 1 والانجل بتاعتها ب 0، اهي ادي النقطة اهي، طول ده 1 وعامل انجل 0، يبقى انت خلاص، يبقى انت على الاكسس اكس اكسس. طيب عند الانفينيتي، عند الانفينيتي بتيجي تعوض هنا بانفينيتي، لاك 1 على انفينيتي بكام؟ كماجنيتيود كطول 0. طيب بكام؟ اذا متعوض هنا بانفينيتي يطلع بكام؟ ناقص 90. فين الناقص 90 هنا؟ ناقص 90
هو النيجاتيف واي اكسس، يبقى انت اذا ادي النقطه اهي، ادي النقطه عند اوميجا بتساوي انفينيتي. تحسب بقى في النص عند اوميجا بتساوي الكورنر فريكوينسي. الكورنر فريكوينسي اللي هي هنا عباره عن ايه؟ 1 على تي. لما نعوض اوميجا بتساوي 1 على تي اهي، بتساوي 1 على تي، هيطلع لك هنا فيها طول 1 على روت 2 هي انجل ناقص 45 درجه اهي. ادي البوينت انجل دي ناقص 45 درجه، طول ده 1 على روت 2. تمام. لو قعدت بقى تقسم بقى نقط 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 نقط، هيطلع في الاخر المفروض يطلع لك دوت نص دايره لتحت. دايما هو نص دايره لتحت. طيب لو لو البول ده تحت دوت بقى فوق، لو البول ده بقى لفوق، هنلاقي ان هي عباره عن خط مستقيم بهذا الشكل. نقطه البدايه زي ما هي برضو بتاع واحد وانجل زيرو بداية. تمام. في ال في اوميجا كل ما بتزيد، تمام، كل ما الامبليتود بيزيد اهو. تمام. بس تلاقي الزياده دي ماشيه كده ثابته اهي، بحيث ان انت في الاخر انت رايح فين؟ رايح عند البوست 90 درجه. الترم ده اللي هو فيرست اوردر فوق بيدينا في الاخر عند اوميجا بتساوي انفينيتي بيدينا بوست 90. ده كده هتلاقيه رايح بادئ من هنا رايح الى ايه؟ البوست 90 درجه. ده الايه؟ ده البولر بتاع الفيرست اوردر لما يكون فوق، يعني او اللي هو يعني باك ان فيه زيرو بس. طيب بالنسبه للسكند اوردر، سكند اوردر هيبقى شبه الفيرست اوردر. وش الفيرست اوردر كان بيبدا من عند الزيرو، هنا بيبدا من هنا ليه طول بواحد وانجل بزيرو بينتهي عند الناقص 90. ده هينتهي عند ايه؟ ضعف بقى، هينتهي عند الناقص 180 بدل ما كان هو بينتهي هنا. لا ده هينتهي ناقص 180. يعني ايه ناقص 180؟ يعني هيبقى تانجنت، هيبقى تانجنت مع الناقص 180 اللي هو ده. حته بقى الكيرفيتشر دي بقى معتمده على قيمه الزيتا. كل ما زيتا تزيد كل ما الكيرفيتشر ده يقل، كل ما الزيتا تقل كل ما نلاقي الكيرفيتشر ده بايه؟ بيزيد. طبعا اقصى قيمه دي اقصى طول ده اللي هو بيبقى عند الايه؟ بيبقى عند الاوميجا ار. ده اطول ايه؟ اطول حاجه اقصى امبليتيود هو اللي بيبقى عند الايه؟ عند الريزونانس. لما الزيتا بقى تكون بتساوي زيرو، لاحظ ان الريزونانس فريكونس دي هتبقى نفسها الايه؟ الناتشورال فريكونس. طيب ده شكل ال كتير لما يكون لفوق. تمام. برضو البدايه برضو عندنا برضو الواحد والانجل بزيرو. تمام. وهنلاحظ ان هي بدل ما هي رايحه عند ناقص 180 تبقى رايحه ببوست، رايحه للبوست في 180. كده رايحه للبوست في 180. يعني ايه البوست في 180؟ يعني هتبقى تانجنت في الايه؟ تمشي تانجنت للايه؟ للواي اكسس ده. برضه نفس الكلام برضه نقاط برضه هتعوض برضه بنقطه، تجيب نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا وتقعد تعوض. لاحظ ان الكيرف بتاعك ماشي بهذا. عند الاوميجا بتساوي انفينيتي فيها امبليتيود انفينيتي فيها انجل كام؟ بوست. عند الاوميجا بتساوي زيرو، المهم اول انت تحسب عند الاوميجا بتساوي زيرو والاوميجا بتساوي انفينيتي بيحددوا لك البدايه والنهايه. هيبقى ليها امبليتيود بواحد وليها انجل بكام؟ طيب ده هنا اكزامبل عباره عن فيرست اوردر ومعاه فري اس تحت مع انتجريتور، يعني فيرست اوردر مع انتجريتور. نفس الكلام هتشيل كل اس وتحط مكانها جي اوميجا. تمام. في تيجي تقول برضو ات اوميجا بتساوي زيرو، ات اوميجا بتساوي تي ليها كام امبليتيود كام فيز، تي ليها كام امبليتيود كام فيز. ات اوميجا بتساوي زيرو، تمام، ات اوميجا بتساوي زيرو، الفيرست اوردر بيدينا زيرو فيز
والفري اس تدينا ناقص 90 يبقى انت تبقى ناقص 90. ده الفيز. طب وكم قيمه الامبليتيود؟ عوض الاوميجا بتساوي زيرو تطلع بانفينيتي. طيب وقت اوميجا بتساوي انفينيتي بكام؟ فيرست اوردر بيدينا ناقص 90، ده بيدينا على طول ثابته ناقص 90، يبقى ناقص 90 ناقص 90 بكام؟ ناقص 180. طب وكم قيمه الامبليتيود؟ واحد على انفينيتي تطلع بزيرو. فين البوينت النهائيه دي؟ ناقص 180 وزيرو. ناقص 180 اهو، ناقص 180. فين الانجل بزيرو؟ وفين قصدي الامبليتيود بزيرو؟ يعني انت عند الاوريجن، يبقى انت جاي هتبقى تانجنت مع الناقص 180. طب فين البدايه؟ ناقص 90 فين؟ اهي تحت. و انجل انفينيتي قصدي وامبليتيود انفينيتي، في امبليتيود انفينيتي يعني انت جاي مش ده ناقص 90 تمام، و امبليتيود يعني معنى صح. ساعات بنحب نرسم الرسمه دي بهذا الشكل، جاي من هنا انتهي تانجنت مع ايه؟ دي هي اهي، ادي ناقص 90 في ليها امبليتيود او ليها ماجنيتيود بانفينيتي، جايه موازيه ماشيه موازيه لناقص 90، طيب هيحصل فيها شويه كيرفيتشر كده وتنتهي عند ناقص 180 وعند الاوريجن. ده اكزامبل اخر فيرست اوردر مع بيور تايم ديلي اللي هو ترانسبورت لاج. لو فاكرين في البوت كنا قلنا دي بتعمل ايه؟ ملاش تاثير في الماجنيتيود، الماجنيتيود زي ما هو، انما ليها تاثير في الفيز تمام، ان هي هتعمل لنا ايه؟ دايما هتطرح دايما ماينس اوميجا في التايم ديلي. يبقى انا صح، انت عندك يبقى انت الفيرست اوردر لو فاكرين كان عامل ازاي؟ الفيرست اوردر كان نص دايره لتحت بهذا الشكل، بدل ما هو كان هينتهي عند شوكة النهايه هنا عند ناقص 90، لا ده ناقص 90 ده بيدي ناقص 90 عند النهايه، انما ده رايح لناقص انفينيتي كل شويه عمال يزود لنا ايه؟ يزود لنا الفيز. طب دي تبان ازاي بقى؟ تبان ان انت بادئ برضو من عند نفس البدايه بس عمال بت ايه؟ هتقعد تلف 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 حوالين، تعمل سبايرال كده سبايرليشن كده، تقعد تلف حوالين الاوريجن، وهتوصل الاوريجن دي امتى؟ ات اوميجا بتساوي انفينيتي. توصل للاوريجن ات اوميجا بتساوي انفينيتي. فتاثير البيور تايم ديلي ده من ان هو بيعمل لك حته الايه؟ اللي هو عمال يلف حوالين الحاجه كده ايه؟ الى ما لا نهايه. ده تاثير الايه؟ البيور تايم ديلي. كده احنا خلصنا المحاضره. شوفوا بقى لو عندكم اي اسئله او عايزين اعيد حاجه انا تحت امركم يعني. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور. عارف بس والله انتوا مش فاهمين حاجه. انا والله عن نفسي انا مع حضرتك مش عارف بقى باين ايه. ماشي يعني اذا انت يعني فاهم والدنيا ماشيه معاك تمام. تمام يا دكتور. تمام. في طبعا عندكم اي اسئله بالنسبه للمتر؟ الترم زي ما اتفقنا لحد التايم ريسبونس. لا يا دكتور مفيش. تحياتك المحاضرة اللي فاتت في الكلية نبيك يعني وضحت لنا حوار الميد ده. طيب كويس ماشي. ربنا يوفقكم ان شاء الله، ولو احتجتوني في اي حاجة خلال الايام اللي جاي طبعا امتحان بتاعك ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي. ماشي الساعة 2:30 ل3:30، لو احتجتوني في اي حاجة خلال الفترة دي ابعتوا لي اسئلتكم وانا هكون معاك يعني هتابع معاكم ان شاء الله. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك جدا. عفوا.